نفت مصادر أمنية ودبلوماسية تركية تقارير تحدثت عن مقتل عشرات من السوريين بينهم نساء وأطفال أثناء محاولتهم العبور إلى داخل الأراضي التركية. وكان ناشطون أعلنوا أن الجندرمة قتلت 14 مدنية أثناء محاولتهم العبور إلى الجانب التركي من منطقة حارنبير في إدلب. كما أكد ناشطون مقتل 3 مدنيين آخرين في مدينة الدرباسية بريف الحسكة أثناء عبورهم من محيط قرية أبو جردة، فيما لا يزال مصير 14 آخرين كانوا معهم مجهولا. نتابع التقرير ونعود للنقاش. فروا من رصاصة قناص تنال منهم أو برميل يقطعهم لأشلاء ليجدوا أنفسهم في مأزق ليس بأقل قسوة، يصل لمقتل بعضهم وإصابة آخرين. باختصار، هذا حال السوريين الذين يدخلون إلى تركيا بعيدا عن البوابات الرئيسية. 14 مدنيا قتلوا برصاص حرس الحدود التركي أثناء محاولتهم العبور إليها من منطقة حارم بريف إدلب، حصيلة يضاف إليها مقتل 3 مدنيين في مدينة الدرباسية بريف الحسكة على يد قوات الجندرمة، فيما يؤكد ناشطون سوريون أن مصير 14 آخرين كانوا معهم ويحاولون اجتياز الحدود من محيط قرية أبو جردي لا يزال مجهولا. وعلى سبيل المثال لا الحصر، نشرت منظمة هيومن رايتس ووتش تقريرا حول تكرار تلك الحوادث في السنوات الأخيرة بسبب إغلاق الحدود، ما اعتبرته المنظمة الحقوقية خطأ يعرض حياة المدنيين للخطر، مطالبة السلطات بالتحقيق في استخدام الحرس القوة المفرطة. المنظمة اعتمدت في تقريرها الذي حمل عنوان حرس الحدود التركي يقتل ويصيب طالبي لجوء على ضحايا وشهود سوريين تعرضوا للعنف، موضحة أن شهري آذار ونيسان الماضيين شهدا حالات عنف قتل على إثرها العشرات بينهم أطفال وأصيب مثلهم بجروح خطرة. تجديد السلطات التركية إجراءاتها على الحدود مع سوريا وعدم السماح إلا للحالات الإنسانية وفي حالات خاصة فقط بالعبور، إلى جانب فرض تأشيرات دخول على كل راغب بالدخول إلى أراضيها، يعكس حالة من التغيير في السياسة التركية التي كانت معتمدة طيلة السنوات الماضية فيما يتعلق باللاجئين، سيما بعد الاتفاق التركي الأوروبي الذي أبرم حول قضية اللاجئين. أناقش هذا الموضوع مع ضيوفي أوكتاي يلماز كاتب ومحلل سياسي من اسطنبول، وعلي إبراهيم ناشط سياسي من أوسلو، وعبد الرزاق صبح ناشط إعلامي ينضم إلي من إدلب. أهلا بكم ضيوفي الكرام جميعا. أبدأ معك عبد الرزاق صبح، بداية هل أصبح هذا الوضع متكرر، قتل الجندرمة لمدنيين يحاولون الفرار عبر حدودها؟ نعم للأسف هذا الواقع متكرر في أكثر من حادثة في الشهر، وكان أول أمس الاثنين عندما قتلت قوات الحرس الحدود التركية أو ما يعرف في الجندرمة 3 مدنيين سوريين أثناء محاولتهم العبور من منطقة حارم شمال إدلب، وأيضا تم إصابة العديد من السوريين في الحقيقة حتى هذه اللحظة مصيرهم مجهول، حيث أنهم دخلوا الأراضي التركية واقتادتهم عناصر الجندرمة إلى داخل الأراضي التركية. نعم دخلوا عن طريق مو الحدود اللي هي فتحتها بشكل غير رسمي، والان مصيرهم مجهول. نعم دخلوا بطريقه غير شرعيه عن طريق مهربين من منطقه حارم، وهي منطقه لا يوجد فيها اي معبر، انما هي عباره عن شريط حدودي تم اجتيازه عن طريق مهربين في تلك المنطقه. نعم. لما بيصير، ما بعرف اذا كان عندك اطلاع يعني على شهود مثلا عيان لما بيشوفوا الحوادث عم بتصير، الجندرمة مباشرة بتقوم بعملية إطلاق النار، هل مثلا بتتأكد من أنه هن هدول مدنيين؟ لأنه هن كانوا عم يحطوا حجة بأنه هي عناصر متسللة من داعش قد تكون تذهب إلى هناك، هل عم بصير التأكد؟ هل في انتباه قبل استعمال السلاح مباشرة ولا على عشوائيا أي حدا بيقرب؟ نعم أنستي، بالنسبة للحوادث هي يتم توثيقها عن طريق مهربين أو أشخاص ناشطين في المنطقة. للأسف أغلب عمليات التهريب تتم في الليل، وبالنسبة لحرس الحدود الأتراك يقومون باستهداف أي شيء في الليل عن طريق المهربين. للأسف أغلب حالة التهريب تتم في الليل، ولذلك يتم استهداف بشكل عشوائي وإطلاق رصاص كثيف باتجاه المناطق، وللأسف يدفع الثمن المدنيون الثمن. نعم خليك معي سيد عبد الرزاق، رح اروح للاستاذ أوكتاي يلمز. بدايه يعني اول شيء موضوع الجندرمه
ومحاولة لحماية حدودها من ما تقول عنه تركيا بأنه داعش تعبر عن طريق الحدود بهذا الشكل. ألا يجب على الجندرمة بما أن تعرف مثل العديد من الدول أساسا حول العالم اللي دائما بتسللوا المهاجرين أو اللاجئين عن طريق الحدود غير الشرعية؟ يعني هل بنلاقي بكل دول العالم ببلشوا عم بيقوصوا بهالناس اللي جايين من طرق غير شرعية بحجة أنه ممكن يكونوا خطر على الأمن القومي؟ أولا تحيات، مساء الخير. مساء يعني النور. طبعا أنا مؤسف جدا لمثل هذه الحوادث، ولكن السلطات الرسمية تنفي وقوع هذا الحادث أو هذه الحوادث كما تدعي بعض الناشطين، هذا أولا. ثانيا أنا لا أملك مصادر مستقلة أو حيادية في المنطقة. منظمة هيومان رايتس واتش ما بتعتبرها مستقلة وحيادية حيثيات الحوادث. هذه المنظمات حقيقة مسيسة وغير حيادية. هذه المنظمات لا تحكي عن مأساة اللاجئين في البلدان الغربية على سبيل المثال، مأساة الأطفال في ألمانيا، هناك آلاف مفقودين معذبين معرضين. هي عم تحكي ونحن عم نحكي، ولا عم نحكي عن الشيء اللي عم يصير على الحدود التركية أستاذ قطاي؟ يعني نفي الحكومة التركية لهذا الموضوع لا يعني بأنه لا يحصل. هناك توثيق، هناك شهداء حقيقة عم بيموتوا، يعني لما عم بيروحوا يجيبوهم من على الحدود عم بيكونوا ميتين من رصاص الجندرمة. ولذلك قلت أن هناك نفي لمثل لوقوع هذا الحادث، ولا أملك مصادر حيادية مستقلة في المنطقة تحكي ما هو الصحيح، هذا أولا. ثانيا يعني هناك تدابير أمنية مشددة على الحدود التركية منذ فترة، لأن تركيا تتعرض للهجمات الإرهابية مصدرها تكون أحيانا شمال سوريا أو شمال العراق. جميع المنظمات الإرهابية الفاعلة في المنطقة تستهدف تركيا، مثل العمال الكردستاني المتمركز في شمال العراق، البيادة المتمركز في شمال سوريا، بس وقت اللي بدهم يعملوا شيء المتطرف الإرهابي. كل هذه المنظمات والحدود التركية وليست حدود مفتوحة يا سيدتي الكريمة. تمام، هي حدود مغلقة، ولكن عندما يريدون القيام بأي عمل تركيا دولة ذات السيادة، حدودها ليست مفتوحة ولكن لكل عابر. يعني اسمح لي أشرح، بس نقطة صغيرة لأنه في تناقضات بكلامك أستاذ أقطاي. اسمح لي أولا أشرح رؤيتي ثم فضل. أنا مستعد للإجابة لكل الأسئلة. يعني ليست مفتوحة هذه الحدود، ليست مفتوحة يعني وليست مسموحة لكل عابر كما جاء في التقرير. يعني ما هي مفتوحة، مسكرة، نحن بنعرف انها مسكرة. الجندارمة او حماية سيدتي الكريم، حماية الحدود، وهناك تسريبات وتهريب، هناك عصابات التهريب تقوم بتهريب الناس، احيانا بتهريب الارهابيين، بتسريب عناصر الإرهابية إلى داخل. بس هو كان طريق مزدوج مفتوح من الطرفين بنفس الطريقة. يعني كيف تتمكن الحراس من هوية هؤلاء الناس في الليل؟ هذا أولا. ثانيا حراس الحدود لا تطلق النار مباشرة على المهربين، تطلق نار تحذيرية. هلا هو واضح انه موت ثم تقوم بتوقيف هؤلاء الناس، ولكن من اين ياتون يعني هؤلاء الشهداء الذين يتم قتلهم؟ ذكرت عده نقاط رح ارجع لك عليها، بس اسمح لي روح لعلي ابراهيم ناشط سياسي من اوسلو، اود ان اسمع تعليقك على هذا الموضوع. يعني بالنتيجه اساسا كمان تركيا يعني يحدث فيها الكثير من الحوادث الإرهابية، تتعرض لمشاكل، تتعرض لضغوطات، أيضا يحق لها أن تحمي حدودها، أن تطبق السياسة التي تريد، لم تعد تريد أن يدخل أي لاجئ إلى أراضيها وهي حرة في هذا. بالتأكيد يعني نحن تركيا هي دولة ذات سيادة عليها أن تحمي حدودها، هذا الشيء أمر طبيعي ومفروغ منه، على كل الدول أن تحمي حدودها. ولكن النقطة الأساس هي عم تعارض القانون الدولي
موضوع منع الهاربين من الحرب الدخول الى تركيا. ناس مدنيين عزل عم يهربوا الى الداخل التركي من سوريا الى تركيا عبر البر، ويتم اطلاق الرصاص عليهم. في حوادث كثير، في شواهد كثير، في اشخاص نحن بنعرفهم تم القاء القبض عليهم وتعذيبهم بشكل مخيف جدا. هيومن رايتس واتش المصادر يعني تكلمت كثيرا عن هذه الحوادث، وطالبت الحكومه التركيه بايضاحات وكثير من الامور. يعني اغلاق الحدود كان من 2015، من مطلع 2015، وعم تقول هيومن رايتس واتش انه هنالك هاربين مدنيين من الحرب الى تركيا. هي النقطه الاولى. النقطه الثانيه، بالتاكيد يعني على الاتراك ان يحموا حدودهم من داعش، ولكن بالنهايه المدنيين هذول يعني الامر الطبيعي بيكونوا واضحين تماما بالمناظير الليليه والمناظير العسكريه، وخاصه بان الاله العسكريه التركيه ليست اله الاله العسكريه لبلد سيء سيء يعني بالتطورات عندها اجهزه العسكريه او متطوره تقدر ترصد ليلا. تماما، هنالك اجهزه ويمكنهم الرصد. هي النقطه. النقطه الثانيه، يعني الامور مبينه وواضحه كثير. ليست تركيا فقط. طيب نحن نسأل سؤال كثير بسيط، بانه خايفين من داعش تدخل على تركيا من سوريا. حيصار فينا، حضرب مثال، بلبنان بيقوموا بيعملوا حواجز على الطرقات من اجل ان يلقطوا داعش اللي بده يروح يفجر، لانه حيمروا على حاجز الجيش وحاجز مخابرات الجيش، فهني حيلقطوا. كمان نفس الموضوع صار عند الاتراك، الاخوه الاتراك، بانه عندما السوري يريد ان يدخل الى سوريا الى تركيا هاربا من وجه آلة الحرب العسكريه السوريه او آلة الحرب العسكريه للنظام السوري وحلفائه، بيتم قتله وضرب الرصاص عليه بحجه بانه ممكن يكون هو داعش، مع انه العلم بان عندما تريد داعش ان تدخل الى تركيا لا المخابرات التركيه قدرت عرفتها ولا المخابرات العالميه. هي النقطه. الامور الاخرى سيدتي، السوريين هذول يدخلون من سوريا، طيب السوريين الذين يريدون ان ياتوا من اوروبا الى تركيا، شو حجة المنع بدخولهم إلى تركيا؟ ما هي الحجة الأساس؟ هذه يمكن عم نقول عنه ممكن يكونوا دواعش. طيب اللي قاعدين بتركيا بأوروبا هذا موضوع وحصلوا متشعب. على إيه علي عبرني، لأنه هذا موضوع متشعب بيحتاج يعني حلقة كاملة في سياسة تعامل الآن تركيا مع اللاجئين وما تريده في المقابل من الاتحاد الأوروبي. بس نحن عم نركز على شغلة شوي يمكن أهم، لأنه فيها حياة ناس يعني عم يتم صحيح. قتلهم. رح اروح بنقطه بس للاستاذ اوكتاي يلمز. حضرتك ذكرت وقال لك الاستاذ علي ابراهيم بانه موضوع داعش، انه تخوف من دخول داعش وتخوف من البي كي كي وعملائها في سوريا انه ينفذوا عمليات ارهابيه في تركيا. العمليات الارهابيه عندما يريدون تنفيذها في تركيا عم ينفذوها من خلال يعني ناسهم الموجودين بقلب تركيا، من خلال اذرعتهم داخل تركيا. حتى الدواعش اللي هن ممكن يجندوهم داخل تركيا ليسوا بحاجة لأن يقطعوا الحدود لينفذوا أي عمليات. وأيضا نقطة أجهزة الرصد اللي بتكون موجودة عادة عند حرس الحدود، المناظير الليلية اللي بيقدروا يشوفوا فيها أنه هيدا ست وهذا ولد صغير مو رجل مثلا. يا سيدتي الكريمة، يعني هذه المنظمات الإرهابية صحيح تستخدم عناصرها بالداخل، وأحيانا هناك عناصر يأتون من داخل سوريا أو من داخل العراق. يعني كثير من منفذ الهجمات الإرهابية جاءوا من عبر الحدود كأنهم لا أو بصورة لاجئين أو إجوا بالمطارات بهويات يعني مزورة وإجوا وضعهم، إجوا بالمطار يعني مجهزين أمورهم ومزبطين وبالمطار فاتوا ما تعذبوا بالحدود. يعني يأتون بكل الطرق، يعني عندما يريدون تنفيذ عملية إرهابية من الداخل أو يأتون من الحدود. يعني على الدولة يعني اتخاذ التدابير الأمنية على الحدود. يعني ربما قد لا يتأكد حراس الحدود من هوية هؤلاء المهربين. يعني في النهاية نحن نتحدث عن من يحاول دخول تركيا بشكل غير شرعي بطرق عبر العصابات، إصابات التهريب، ولذلك ربما قد لا يتأكد يعني الحراس هناك من هوية هؤلاء الأشخاص. ومع كل ذلك يعني أنا ضد وقوع مثل هذه الحوادث، شخصيا أحزن جدا
ولكن بنفس الوقت يجب أن نتفهم ظروف التركية. تركيا تمر من ظروف حساسة جدا، هناك يعني تركيا كذلك بنفس الوقت مستهدفة بسبب مواقفها في سوريا والعراق، وهناك مشاكل داخلية تعرضت لمحاولة الانقلاب وما إلى ذلك، يعني هناك مشاكل أمنية. وحضرتك بما أنك تقول الدولة التركية اتخاذ جميع التدابير الأمنية، طبعا مع الحرص الشديد لوقوع مثل هذه الحوادث. نتمنى منك سيد أوكتاي يلمز، بما أنه طبعا الحكومة والسلطات التركية تنفي هذا الموضوع، أن تكون صوت السوريين في إيصال ما يجري على الحدود، وأن يكون هناك تدابير أقوى من قتل، يعني استسهال استخدام السلاح وقتل المدنيين. بالتأكيد. أشكرك أوكتاي يلمز، كاتب وسياسي محلل سياسي من إسطنبول. كما أشكر من أوسلو علي إبراهيم ناشط سياسي. كما أشكر عبد الرزاق صبيح ناشط إعلامي من إدلب.